حبيبي يا عز حبيبي آتي إليك بذنوبي عند الصليب آتي إليك يا حبيبي يا عز حبيبي
تحكي لنا انبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح والصلوات عزين. تحكي لنا انبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح والصلوات عزين. ولده هذا القديس من ابو المسيحيين كانوا بكمال سالكين هما استير وحدين. ولد هذا القديس من أبا المسيحيين بكمال كانوا سالكين هما أسير وحنين. تحكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح والصلوات عزينا. تحكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح والصلوات عزينا. اختار طريق صحيح هو طريق المسيح وكان وجهه مريح ولسانه مليان تسبيح. اختار طريق صحيح هو طريق المسيح وكان وجهه مريح ولسانه مليان تسبيح. يحكي لنا يا انبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح والصلوات عزينا. يحكي لنا يا انبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح والصلوات عزينا. لما كبر المختار اصدر ابو مقار احب يسوع البار وبحبه كان جبار. لما كبر المختار اصدر ابو مقار احب يسوع البار وبحبه كان جبار. يحكي لنا يا انبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح والصلوات عزينا. يحكي لنا يا انبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح والصلوات عزينا. حاول ابوه يسليه عن عزمه ويغريه كانت تموت مواشيه وخشاير تيجي عليه. حاول ابوه يسليه عن عزمه ويغريه كانت تموت مواشيه وخشاير تيجي عليه. يحكي لنا يا انبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح والصلوات عزينا. يحكي لنا يا انبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح والصلوات عزينا. قال له يا ابويا اتركني علشان ربنا يباركني بيده يحرقني ونعمته تحرسني. قال له يا ابويا اتركني علشان ربنا يباركني بيده يحركني ونعمته تحرسني. يحكي لنا يا انبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح والصلوات عزينا. يحكي لنا يا انبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح والصلوات عزينا. قال له غير تفكيرك انا ماليش اولاد غيرك وانت يا ولدي مصيرك مفتوح في اي مجال. قال له غير تفكيرك انا ماليش اولاد غيرك وانت يا ولدي مصيرك مفتوح في اي مجال. يحكي لنا يا انبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح والصلوات عزينا. يحكي لنا يا انبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح والصلوات عزينا. يا ابويا الله يخليك والفعل الخير يهديك وعلى الحل يديك ويحقق لك أمليك. يا أبويا الله يخليك والفعل الخير يهديك وعلى الحل يديك ويحقق لك أمليك. يحكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح والصلوات عزينا. يحكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح والصلوات عزينا. الرب سمع دعواه وعلى الحول اداه ولد يرث غناه ويبقى اسمه حناه. الرب سمع دعواه
وعلى الحول الدام ولد يا رب زلام وبعت محنى احكينا يا أنبا مينة يا حبيبنا وغال علينا على ابن عبد المسيح والصلوات وعزينا احكينا يا أنبا مينة يا حبيبنا وغال علينا على ابن عبد المسيح والصلوات وعزينا صوبك يا بسيط الملبس صوبك يا طاهر يا مقدس صوبك يا شافي الأقارص يا مدعي الاستهزال صوبك يا بسيط الملبس صوبك يا طاهر يا مقدس صوبك يا شافي الأقارص يا مدعي الاستهزال احكينا يا قلبانينا يا حبيبنا وغال علينا على ابن عبد المسيح والصلوات وعزينا احكينا يا قلبانينا يا حبيبنا وغال علينا على ابن عبد المسيح والصلوات وعزينا صوبك يا طاهر وامين يا ابن عبد المسيح الكل لك يا صيح عنا اجمعين صوبك يا طاهر وامين يا ابن عبد المسيح الكل ليك يصيح عنا اجمعين احكينا يا انبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابن عبد المسيح والصلوات وعزينا احكينا يا انبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابن عبد المسيح والصلوات وعزينا احكينا يا انبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابن عبد المسيح والصلوات وعزين احكي لنا يا ألبانين يا حبيبنا بسم الله الرحمن الرحيم وعزة علينا جميعا المرتع أمن جليلا وشيخ فاضلا من أحبار كنيستنا بيرقص الأرثوذكسية وأحد عمدتها أنا بعض ضيافة أبونا مراعينا المحبوب نياحة الأنبا مينا مقران كرسي يرجى وتوضح. والحقيقة حينما الإنسان يتكلم عن هذا الرجل إنما يتكلم عن الفضيلة ذاتها، فهو رجل من الطراز القديم الذي احترم مبادئه وعاش في حياة الفضيلة وحياة الرهبنة السيرة القديمة. فمنذ أن ترهبن في بيت أبو مطار في عام 1939 تقريبا إلى وقت نياحته في 17/11/2003 عاش في تلك الفترة راهبا ناسكا عابدا يحترم الكبير الصغير قبل الكبير. عاش سيدنا نياحة الأنبا مينا طوال حياته مدققا في أقوال الرب يسوع ويحفظها ويطبقها في حياته، مما عكس هذا الأمر في رعايته وفي افتقاده لشعبه طوال هذه المنطقة. عاش نياحة الأنبا مينا ما يقرب من 65 عاما راهبا ناسكا لن يغير شيئا من قانون حياته، منها ما يقرب من 43 سنة مقرانا على كرسي جرجع وتوابعها، راعى شعبه بمشورة الله في خوف الله. عاش في هذه الفترة محبا للجميع مثالا يقتدى به في كل شيء، كان باب مفتوح للكل، روح الصغير قبل الكبير، يبحث عن كل شخص من الأبناء يعرفهم بأسمائهم ويسأل عنهم دوما جميعا. أن نودع هذا الشيخ العظيم الذي استقبلته الملائكة وصفوف السمائيين بالفرح والتهليل
ونتذكر ما قاله نيافه الانبياء والانس في عده الرساء في اثناء الصلاه على جسمان الطاهر نقلا عن نيافه الانبا اثنسس حينما كان يرسي نيافه الانبا مينا ارض مينا وهو يقول كيف حال الملائكة والقديسين حينما يستقبلون نفس أبينا الأنبا مينا أبا مينا وخاصة البابا كرولس؟ وأنا أقولها اليوم أن القديسين أحباء الأنبا مينا وخاصة أبونا القس عبد المسيح المقاري الذي بجواره الآن يستقبله الفرح والتهليل بالسلام لأنه تلميذ عاش معه فترة طويلة من الزمن، فهو يستقبله في السماء الآن فرحا مسرورا مع زمرة الملائكة والقديسين. نطلب من الله أن ينيح نفس أبينا المقران الأنبا مينا في أحضان القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن ينفعنا بصلواته لإلهنا كل كرام ومجد إلى الأبد آمين. تقوم مسمور قصريس نهترة راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بكل صعيدة. في يوم الجمعة الموافق 7/11/2003 صعدت روح أبينا طبابي قديس الأنبا مينا مطرنا وحبيبنا إلى أحضان القديسين والشهداء الأبرار، وهذا الأب الفاضل عاش حياة التواضع وكان دايما يحسنا على حياة التلمذة. وأنا من ناحية يوم الرسامة قال لي أنك أنت عايز تعيش حياة مليئة بالمحبة والسلام لابد أنك أنت تعيش تلميذ للأب اللي معاك، ودي كانت مقولة حلوة من سيدنا والواحد محتفظ بيها لغاية دلوقتي. وعاش سيدنا طبعا أنا مهما قلت مهما اتكلمت مش هقدر أعبر أو هقول الكلام اللي كان سيدنا عايشه بيمارسه مع أولاده من محبة ومن عطاء ومن بذل، وخدم الأبروشية مدة 43 سنة بكل محبة وتواضع. ونذكر إن هو يوم رسامته كان يوم 7/8/1960 وانتقل لسنة يوم 7/11/2003. ونطلب من ربنا ان هو يعطينا الصبر والعزاب، والسماء فرحانة بوجود سيدنا فيها مع الشهداء والقديسين، ونطلب من الله نياحا لنفسه الطاهرة ونفعنا بصلواته له كل المجد والأبد.